بيوت الأجداد حضارة لا حجارة، تروي ألف حكاية وحكاية، شواهد على حياة بسيطة طيبة من محطات الحياة. يجمعون الحطب ويشعلون النيران، يصنعون الخبز الشهي للأهل والأحبة، وينادين منها الحنين والأشواق إلى صفاء القلوب والمعاني الطيبة. وبعيني شفيت سما ريبيون، وبعين شفيت سما ريبيون، وغرب البساتين بضميري، غرب البساتين بضميري، غرب البساتين بضميري. وهناك باحت لنا البيوت العتيقة بقصة عدي، نشمي أردني يحمل حلماً عبر أبواب الرزق والفلاح، تغلب على البطالة بالعمل والأمل واللقمة الهنية اللذيذة، ولم يقف حلمه عند ذلك، بل ربط أكلاته بالبيوت العتيقة والمناطق السياحية الأردنية. إحنا من هواة صيد السمك، من هواة شوي السمك بطريقة احترافية مع التتبيلة، عملت إضافة جميلة جدا. هنا في مسيرتي في المشروع صار إقبال كبير عليها من المواطنين الأردنيين، من مشاهير السوشيال ميديا، من السياح خارج البلد. هون لما السياح خارج البلد صاروا يستقطبوا عنا هنا في البلد ويجوا عندي، هنا حكيت أنا معناته لازم أنا هنا أروج للبلد بالسياحة، صرت أخذهم مع أماكن سياحية، دمجت عملي فيه ودمجت الأمور. حتى إحنا هنا في عجلون في بيت الضيافة مع أم أحمد، هنا بيت ريفي، بيت ريفي الأكل كله والنكهات كله عن طريق الحطب وعن طريق بيت النار. حبيت كمان أضيف إضافة جميلة للسمك وللسياحة وفي أجواء ريفية، وفعلا استمريت والحمد لله تخطيت مرحلة البطالة. هسه صار يجيني دخل، وغير أنه بس بيجيني دخل صرت روي السياحة. هنا بيت ريفي ربط أجيالا وأجيال بين الماضي والحاضر، ليكون تراثا ممتدا نابضا بالحب والعطاء، وطقوس تعلق بها الأبناء من الأجداد. وهناك أدوات تراثية تشهد على التاريخ والإنسان. عملت بيت ضيافة عندي حتى الناس تستفيد من شغل الأفران ومن الخبز اللي أنا بشتغله على الأفران. فمن طريق عن طريق التواصل الاجتماعي تعرفت على الشيف عدي، وحبيت فكرته وشغل السمك، وشاب طموح جدا، وحبيت أن يكون بينه وبينه علاقة شغل، كونه هو بيشتغل السمك، فليش ما ندخل فكرة السمك غير الخبز، ندخل السمك على شغلنا على فرن الحطب. شاب عدي حب أنه يطبق شغله عندي بالفرن. وخلف تلك الجدران العتيقة المجبولة بالعرق والمحبة والحناء، ينادينا اشتياق إلى الماضي من كلمات تنبع صافية من القلب قبل الحناجر، ترويها لنا جداتنا عن جمع الأعشاب وأسرار مذاقها في طبخاتهم. نجيب نوار الليمون والكسبرة، لباليب بطم إيش وننشف وندقه بالشخرة، كسبرة جوية كسبرة برية، لكن فرق عن الأعشاب الطبية هذاك اللي تطلع بالبطين عن هاي اللي بتسويها الناس اليوم. النبق النوار اللي هو يقبع فيه كنوار على بيض منظره، ولما تقطعيه الريح فيه بوجهك. صرنا من خلال مشاريعنا الترويجية لتراثنا القديم، صرنا أي شاب أي شخص عنده مهتم بهاي الأشياء إنه صرنا نستضيفه، نرحب بفكرته، وصرنا نعمل معاه شغل ومقابلات، وصار يجي يطبق فكرته هون ببيت الضيافة عند أم أحمد. المواويل الميجنة والعتابة ترحب بالضيوف وتترك فيهم ذكريات وحكايات، وتزرع فيهم أمل الغد والشوق للعودة إلى الأردن. فسلام على الحجارة العتيقة التي كنا نتوسدها صغارا ونعيش ذكرياتها كبارا،
نعم، سيشهد التاريخ أن الأغفياء كانوا هنا ونحن من بعدهم، لنكون عطرا يفوح مع إشراقة كل يوم جديد. وعيون علينا شراب غرّة، وكنا معنا مهرب، ما معنا مهرب، ليش يفتشونك؟ ما معنا مهرب، وك شراب غرّة شراب.